وللحديث أكثر عن انتهاكات الاحتلال الصهيوني في فلسطين ينضم إلينا عبر الهاتف من الخليل الصحفي الفلسطيني مصعب قفيشة. أهلا بك معنا أستاذ مصعب. أهلا بك، تسمعني جيدا أستاذ مصعب؟ نعم نعم أسمعك جيدا. كما تعلم أستاذ مصعب، شهد العام 2021 تصاعدا للاعتداءات الصهيونية ضد الفلسطينيين لا سيما في الداخل المحتل. بداية، بماذا تفسر تزايد الانتهاكات خلال العام المنتهي؟ يعني بالتأكيد هذه الحكومة وهذه الدولة تزداد شراسة يوما بعد يوم في عملية قمعها للشعب الفلسطيني. هذه الزيادات وهذه الشراسة يعني تتناسب فرديا مع صمت العالم وصمت الشعوب العربية والإسلامية، وأيضا تزداد شراسة مع هذه الحكومة اليمينية المتطرفة وتحول المجتمع الإسرائيلي إلى مجتمع يميني في مقابل هذا الصمت العالم والعربي والدولي. شاهدنا يعني خلال الأيام الماضية في هذا العام انتهاكات يعني أقل ما يقال عنها بأنها صارخة لحقوق الإنسان، وأيضا أقل ما يقال عنها أنها تتعدى الإنسانية. يعني كان هناك حرب غزة، وكانت هناك الاعتداءات المستوطنين على الأهالي في الضفة وزيادة الاستيطان. كل ذلك مؤشر للعام القادم بأن طالما بقيت هذه العوامل، طالما بقي العالم والأمم المتحدة والشعوب العربية والدول العربية صامتة، سنشاهد مزيد من القمع، سنشاهد مزيد من التنكيل وضم الأراضي، وأيضا استباحة حرمات المسلمين واستباحة المسجد الأقصى والاستيلاء على المقدسات وأيضا سفك الدماء بدون أي حسيب أو رقيب. سيد مصعب، يعني الملفت هنا هو تصاعد عمليات الإعدام الميداني في القدس، وعادة ما يتهم الاحتلال الصهيوني الضحايا بمحاولة طعن أو تنفيذ عمليات ضد جنودها ولذلك يتم إعدامهم، وهو لربما ما تدحضه اللقطات المصورة. إذن إلى أي مدى ترى أنها انتهاكات ممنهجة ضد العزل الفلسطينيين في الداخل من قبل الاحتلال؟ يعني بالتأكيد الاحتلال يضع في أولى أولوياته عملية القضاء على الفلسطيني ومحاصرته وطرده من المدينة المقدسة، ويقوم بكل عمليات التنكيل والإذلال وعمليات الإعدام والتصفية وهدم البيوت وطرد الغرامات من أجل طرد المقدسي من منزله والاستيلاء على المدينة المقدسة. يعني الاحتلال قالها بشكل واضح منذ بداية احتلاله لفلسطين بأن مدينة القدس هي مشروعه الاستراتيجي، وبأن كل ما سيقوم بفعله هو عملية استيلاء على مدينة القدس وعلى الأراضي وعلى المواطنين بشكل أساسي. يعني عمليات الإعدام هي حلقة من سلسلة تأتي في إطار الاستيلاء على مدينة القدس والمسجد الأقصى، ونحن أيضا نشاهد بشكل يومي وخلال خاصة خلال هذا العام ازدياد عدد المقتحمين للمسجد الأقصى، و أيضا ترسيخ فكرة التقسيم الزماني والمكان. طيب السلام عليكم. أيضا بالنسبة لموضوع الهدم، يعني بحسب تقارير حقوقية فإن الاحتلال خلال العام المنصرم هدم أكثر من 279 منشأة، ربما ما تسبب في تشريد أكثر من 250 عائلة. كيف ترى سياسة الهدم التي تزايدت أيضا وتيرتها خلال العام المنصرم؟ أستاذ مصعب، إذن أهلا بك زميلي. نعم، إذن أختم معك أستاذ مصعب الصحفي الفلسطيني. نعم. كنت ضيفنا عبر الهاتف من الخليل مصعب قفيشة، شكرا جزيلا لك.